حضرتك جاية تاخذ معروك هلا الدنيا اوقات رمضان؟ اكيد لا، دبل واحد بس يجيب اكله وشربه وعالضيق كمان. خبز خبز نص كيلو طبعا. ايه كانت السفرة صفرة، هلا السفرة يا دوب في عليها طبق واحد وعالضيق يعني. بس بالنسبة للناعم والمعروف كنا الأساسيين ولا لا؟ لا هو بدنا نحكي اليوم ولا بنحكي قبل 2019 قبل 2018 يعني. هلا مختصر الاكل، صار واحد يحسبها الرز سكر كله صار خلص على الضيق يعني، بصير كله عم يقنن عكس السكر، واحد على عياله صار يقلل السكر بالكاسه حتى عصائر كمان يعني طبعا.